ننتقل بكم الآن مشاهدينا إلى جامعة طنطا الغربية، حيث يعقد حاليا لقاء مفتوح مع الطلاب ضمن سلسلة ندوات تعرف باسم الشباب وبناء الدولة، تنفذها مؤسسة الأهرام بالتعاون مع الاتحاد العربي لإعداد القادات. فلنتابع. لو أردت أن أخرج أمام العالم كله لأضع تعريفا للإنسان المصري أولا على وجه العموم، وللشاب المصري على وجه الخصوص، لو أردت أن أضع تعريف للإنسان المصري فهو إنسان قوي، واثق، متحدي، متقن، عالم. الإنسان المصري إنسان قوي، واثق، متقن، متحدي، عالم. خلي بال حضرتك أن هناك عشرات الجهات في العالم من حولك تريد أن تدفعك إلى الانتحار من خلال أن تكون إنسان محبط، إنسان يائس، إنسان كئيب، إنسان ممتلئ بالعزوف، إنسان فاقد الأمل، إنسان متشكك في كل شيء، إنسان مدمر نفسيا، لا يستطيع أن يقفز ببلده إلى حاجز الأمان. سادتي الكرام، من أبناء الوطن ومن أشقاء الوطن، احذروا ثم احذروا ثم احذروا من أن ينجح هؤلاء في خداعك وفي دفعك إلى أن تنتحر وأن تفقد ثقتك في ذاتك وأن تفقد ثقتك في وطنك. وكن دائما أبدا قويا، واثقا، متقنا، متحديا، عالما، والله يحفظك ويحفظ الوطن بك، والله أعلم. شكرك يا فندم، شكرا جزيلا. ومن خلال وصف سيادتكم للإنسان المصري وللقيادات الشابة الواعدة القادمة بإذن الله أن تكون قوية، واثقة، متحدية للصعاب، متقنة لعملها، فالدقة لا تتجزأ، هكذا دائما نقول داخل فريق العمل، الدقة لا تتجزأ، وأن يكون عالما في مجاله، باحثا، متعمقا في المعرفة، مثقلا لمهاراته حتى يتمكن من أداء مهاراته أو أداء أعماله بإتقان وبدقة متناهية. أتوجه الآن لجزئية الأسئلة والاستفسارات الخاصة من السادة الطلاب الحضور، ويمكن المحاور ذهبت إلى جزء خاص بالمشروعات المتوسطة والصغيرة. واسمحوا لي هنا أن أرحب بالزميل والأخ الفاضل السيادة النائب محمد علي يوسف، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهيات الصغر بمجلس النواب. السؤال موجه لسيادة النائب السويدي، بوصف سيادتكم رئيسا لاتحاد الصناعات، ما هي الخطوات الاستراتيجية قصيرة أو بعيدة المدى للصناعة المصرية؟ وهل تقتصر على الصناعات الصغيرة ومتناهيات الصغر، أم هي استراتيجية للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر ستؤدي بمصر لكونها بإذن الله دولة كبيرة صناعيا؟ المجال لسيادتكم. تفضل. شكرا يا فندم. طبعا بداية يعني أحب أشكر المنصة الكريمة، لأن حقيقة يعني كلامهم كان جميل جدا، وكان كلامهم مؤثر، كلامهم مختلف طبعا عن كلامنا، احنا يعني كلامنا كله حاجة عملية بقى، شحن وبتاع وكده، فيعني العملية مختلفة شوية. لكن أحب أشكر كمان اللي سأل السؤال، إن هو سؤال جميل جدا، وهي بمعنى آخر استراتيجية الصناعة. هو مفيش بيتم مقولة لاستراتيجية الصناعة بالكامل، ولكن في مقومات بتسمح ان الصناعه تنمو، لان الصناعه في الاخر هي اللي هتقوم بعمليه التشغيل. لكن عمليه التشغيل والاصعب في التنفيذ هي الصناعات الصغيره ومتناهيه الصغر، لانه سهل ان انا اجي ادي مثال ان انا انشئ مصنع كبير باستثمارات كبيره جدا، عدد اللي هيشتغلوا فيه هيبقى قليل، ممكن يبقى له اثر اقتصادي على المستوى العام، لكن الاثر للمواطن في التشغيل هيبقى محدود نوعا ما. انما الصناعات الصغيره متناهيه الصغر وهي لها تعريفات طبعا بالقيمه،
تبقى أصعب في تنفيذ الاستراتيجية بتاعتها. وده التحدي اللي احنا واخدينه، ده التحدي. ان اول مرة في مجلس النواب بيتم تشكيل لجنة خاصة بالمواضيع دي، لان دي فرصة ان حضرتك بتوجدي مستقبل كبير للشباب، عدة ان هم هيبقى لهم انا هبتدي صغير، بكرة هبقى متوسط، بكرة هبقى اكبر. وده الامل. الحجم الاستثمار ممكن حضرتك تعمليه في مشروع واحد بيتم نقله في المرحلة الأولى، ما تبتدي بالكبير، بعدين تبتدي في المرحلة الثانية الاهتمام بالصغيرة والمتوسطة.